ردد الدكتورة هالة السعيد الحرص على مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارة التخطيط ومجلس النواب ولجان النوعية المختلفة، وبالأخص لجنة الشؤون الإفريقية، والتي تتسق وتتكامل رؤيتها وأهدافها مع توجه الحكومة والدولة المصرية لتعزيز العلاقات مع الدولة الإفريقية الشقيقة، وهو ما يتوافق مع الجهود المبذولة من قبل كافة أجهزة الدولة على مختلف الأصعدة بهدف تنمية تلك العلاقات. جاهزة؟ جاهزة. بلدنا بتمد ديها بكل جمال. اشمعنى؟ علاقتنا بأفريقيا عالي العال. شكله تعبان ومتهاون. اشمعنى؟ عايزين نعمق التعاون. يا بتوع اللجنة عندي طلبات. اشمعنى؟ خدوني أعمق العلاقات. هروح أفريقيا السنة اللي جاية. اشمعنى؟ خايفة الضغط يبقى شديد عليا.